لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أحا الشبشب ضاع، أحا الشبشب ضاع، أحا ده كان بصباع، الشبشب ضاع. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش بك؟ الشبشب ضاع يا فندم، الشبشب ضاع. شبشبك ما ضاع، شبشبك انسرق، وشبشبك تحافظ عليه زي بوك سرق. خد لك أي شبشب ومشي حالك وامشي. أنا ما بلبسش بوكسر، أنا بلبس كولوت. قدام الجامع، قدام الجامع يسرقونا، عيني عينك كده. طب أنهي طيب يعني آخد إيه يا فندم؟ 36 حلو برضه. ما شاء الله ناسبك ولا اجيب لك مقاس اكبر؟ لا يعني على قد 36 قريب من هذا. حزيني. انا اسف يا حاج حزيني، بس عشان بتاعي كان بصباع وضاع. انا خلاص شفنا بسامحك المره هذه. شوف واحد هناك يبيع حذين مكروسه في مطاط، بعطيك انا 15 ريال. لا 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 يا عم، انا مش عايز فلوسك، انا مش عايز منك فلوس. يا عم بص اهو، اهو الحزينك اهو. محفظتي انسرقت. وانا مالي ومال محفظتك؟ ما جيتش جنب منك يا عم. ده محفظتي فيها الاقامه. يا نهار اسود يا اخي، انسرقت اقامتي. عارف انه ما هو جوالي، عارف. بس عشان سكت شويه. عارف انه ما هو جوالي، جوال واحد. سرق حذيني من المسجد، مسكته وهو يشيل حذيني. احد يسرق. الو الو، شلها، شل جوالك، خلص. الله يصف عمرك يا شيخ، الله يصف عمرك يا شيخ. هذا اقل واجب تلقيه بعد ما مسكتك وانت تشيل حذين الناس من المسجد. بعدين على فكره هذا حلوين، عاد واحد باقي بغيت بشيل كمان. هو ده اللي باقي اخر حزين، لقيته تلاقيه بتاع ميت. والميت ده ربنا بعثه عشان يمسكك يا حرامي شبط. ايوه هذا يشيل حذين الناس من المسجد. يا عم حزين مين وشبط مين؟ انا كان عندي واحد بصباع بس اتسرق بقى. ما تكتر ما تكتر، ده خامس شبط تسرقه يا حرامي. هسه انا اتصل على الشرطه. ايوه دق على الشرطه وخلي لي شويه رصيد، بغيته بعدك. لا 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 يا عم، شرطه مين؟ شرطه مين؟ ايه بس يا خرب عليك يا اخي، يا اخي صوتي راح وانا بنده عليك يا اخي. في انت في شنو يا امامك؟ ظلم مرقبي دبار، سرق موبايلي.